حادثة غريبة يشهدها المجتمع العربي ولم تحدث منذ فترة طويلة، ظهور مذيع مشهور في أحد القنوات الكويتية ويقوم بتغيير ديانته من الإسلامية إلى المسيحية ويرتدي الصليب. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. في مشهد غريب لم يعتاد عليه المجتمع منذ زمن بعيد، ظهر محمد المؤمن المذيع وهو من الشخصيات المعروفة في مقطع فيديو مرتديا الصليب، وأرفق الفيديو بعبارة تصلبت، عرفت ما هو الرب، فهمت الحياة وعشت. وقال أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة راح تضايقون، هذا ليس تهديد. وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع مصطلح الثالوث باسم الأب والابن والروح القدس، مضيفا عبارة نحن أبناء عيسى ابن مريم. وشكل اعتناق محمد المؤمن وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن أحد مؤسسي إذاعة الكويت للديانة المسيحية صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت. المذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن اعتناق الديانة المسيحية. والأغرب أن زملاء الدراسة وأصدقاء المقربين أشادوا به وبأخلاقه وأشاروا إلى ما اعتبروه تغير واضح عليه في الآونة الأخيرة. واحتل اسم محمد المؤمن الصدارة عبر تويتر بعد تداول المقطع عبر الحسابات الإخبارية المحلية، مثيرا ردود فعل مختلفة، بعضها هاجم المؤمن والبعض الآخر أبدى التعاطف معه. وقال أحد المقربين إن الإعلامي محمد إنسان وخلوق ومحترم، ولا أحد يعلم الضرورة التي يمر بها أو الظروف التي يمر بها، فعلينا بالدعاء. اللهم اهدي من ضل من عبادك للطريق المستقيم، اللهم أنره قلوبهم بحبك وحب نبيك وحب صحابة نبيك يا رب العالمين. وقالت الإعلامية ريما البغدادي زميلته في قناة اليوم إنه شابا خلوقا محبا للعمل مجتهدا وطموحا، وما يمر به له دلالة على ظروف صعبة أو حالة نفسية يمر بها. وطلبت المتابعين بأن يدعوا له بدل من مهاجمته. وقال حامد الصهبان الإعلامي محمد إنسان خلوق ومحترم، ولا أحد يعرف الظروف التي يمر بها، فعلينا أيضا الدعاء، اللهم اهدي من ضل من عبادك للطريق المستقيم. فيما سخر الصحفي الكويتي حزام الشركة قائلا أصلا هذا بس اللي كان ناقصك، وتبين نناديك الحين محمد ولا عيسى ولا يسوع. وسوف نقوم بنقل على حضراتكم الفيديو الذي قام المذيع محمد المؤمن بالأمس بنشره على نطاق واسع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا ليس تهديد.